بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا في كل مكان، متواصلين مع حضراتكم اليوم مع سن الجذاع. هذا اليوم الجمعة المبارك تواصلنا وسنتواصل إن شاء الله. تبقى عندنا ثلاثة أشواط بعد هذا الشوط ويسدى الستار أشواطنا العامة مع سن الجذاع. ننطلق مع المركز الأول أيها الإخوة المتابعون في هذا الشوط الخاص بالقعدان. المركز الأول هذا هو شاهين للسيد علي بن عبد الله بن محمد المهندي. الشعار المميز اللي ينطلق بالمركز الأول ينطلق في صدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني المركز الثاني مرموق أو مرفوق لزايد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن ذيبان. على المركز الثاني، المركز الثالث شاهين محمد بن حمد بن مسفر الشهواني. على المركز الثالث ورابعا يحتل وينطلق في شاهين عامر بن سيف بن عامر بن سعيد بن سيف النعيمي. على المركز الرابع والمركز الخامس نشوف الجانب الآخر اللي يحمل الرقم 28، هذا هو مبدع صالح بن علي بن حسين أبا السيقان المري. على المركز الخامس شعاره ينطلق من الجانب الآخر ويتسلل إلى المركز الرابع. هذه الأسماء أيها الإخوة المتابعون، هذه الأسماء المندفعة والمنطلقة. هنا صدارة الشوط، شعار المهندي، شعار المهندي. هذا الشعار غني عن التعريف، أحد ممثلي ميدان الشحانية في هذا الشوط. شعار مليء بالإنجازات، هذا الشعار شعار علي بن عبد الله بن محمد المهندي. يا سلام، المتابعة دائما مع الشاب فهد بن علي المهندي اللي يتابع تقدم هذا الشعار دائما. يا سلام، ينطلق بالمركز الأول مع انطلاقة شاهين على الصدارة على المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين محمد بن حمد بن مسفر الشهواني على المركز الثاني. وثالثا يحتل مرفوق زايد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن ذيبان. والمركز الرابع هنا التواجد والانطلاق من الريان، أول نداء للريان، وهذا خطير. الريان خطير، ديروا بالكم عليه. سعيد بن محمد بن صالح بن سعيد بن ملهية على المركز الرابع. المركز الخامس شعار أبا السيقان يبقى في المركز الخامس مغلقا دائرة المراكز الخمسة الأولى. هذا أبو علي ينطلق في المركز الخامس. إذن أسماؤنا أيها الإخوة المتابعون على حضراتكم للمرة الثانية، للمرة الثانية، ولا زلنا نسير يوم الغد إخواني. بنذكركم في يوم الغد إن شاء الله سن الجذاع لأصحاب السمو الشيوخ والسعادة إن شاء الله من مسافة الأربعة كيلومترات. وعودة حميدة إلى المركز الأول لمهندي. الموقف خطير يا فهد، الموقف خطير، خطير جدا جدا. هناك المتابعة، من لندن يتابع هذا الشعار وتقدمه. هنا علي بن عبد الله المهندي، متابعة شاهين في المركز الأول. هنا التغيير، قلت لكم خطير، خطير. الريان، يلتهم المركز الأول، خطير. وأيضا عرضه مثير، سعيد بن محمد بن صالح بن سعيد بن ملهية ينطلق بالمركز الأول. يا سلام، انطلق في هذه اللحظة، على المركز الأول. المركز الثاني شاهين محمد بن حمد بن مسفر الشهواني. يا لذكريات الشهواني، يا لذكريات هذا الاسم. المركز الثالث مزاح سالم بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال بن محمد. ورابعا يحتل وينطلق فيه دابون، والشعار بن حفيظ سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري على المركز الثالث. ولكن عودة، أنا رشحته عند لوحة الكيلو ونصف الكيلو يا ممرين. هذا هو الريان على قناة الريان بلمسات المبدع المخرج
علي بن محمد بوشارب اللي تشاهدون الريان عبر شاشات الريان على الهواء مباشرة. نزف الناموس لبن ملهية سعيد بن محمد بن صالح بن سعيد بن ملهية على فوز الريان في المركز الأول وحصوله على نقطة مميزة في السباق المحلي الأول في شوطنا الثاني عشر. تهانينا يا بن ملهية على هذا الفوز المميز المركز الثاني. مزاح سالم بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال المركز الثالث اللي وصل في اللحظات الأخيرة. العمال طالب بن حمد بن علي البطين المري المركز الرابع. المركز الرابع جبار علي بن عاضة بن علي آل بريص المري. والمركز الخامس وصل في شاهين محمد بن حمد بن مسفر الشهواني الهاجري. إذن هذه لحظات الناموس. انتزع الريان نقطة هذا الشوط بعد أن فاز بشعار سعيد بن محمد بن صالح بن سعيد بن ملهية. توقيت الزمن لحظة وصوله إلى خط النهاية. الريان بعرض مميز قدم فيه أجمل صورة في هذا الصباح ليهدي لمالكة ناموسا صباحيا. 6 دقائق 25 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لبن ملهية على هذا الفوز. سعيد بن محمد بن صالح بن سعيد بن ملهية تهانينا والناموس المركز الثاني. المركز الثاني 6 دقائق 29 ثانية 12 جزءا من الثانية. صاحب المركز الثاني هو مزاح لسالم بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال بن محمد. المركز الثالث 6 دقائق 26 ثانية 14 جزءا من الثانية تقريبا يا علي. العمال لطالب بن علي بن حمد بن علي البطين المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.